الجولة الأولى. كرة في وسط الميدان، سعيد شيبة، صلاح الدين بصير كتضيع منه الكرة، استرجع يوسف روسي، سفري، مراد حديود، ما كاينش هناك تسلل، ما كاينش هناك تسلل مرة أخرى. بدر هاري، شو غادي يعمل بدر هاري؟ بدر هاري وتدخل خالد فهمي، دائما الكرة عند بدر هاري. بدر هاري يعني كيحاول انه يسجل، كيسجل ويسجل بدر هاري في هذه المباراة. بدر هاري يسجل الهدف الثاني لفائدة نجوم العالم وأصدقاء مصطفى حجي ورونالدينيو. العميد يسجل بدر هاري في مناسبتين، يعني إصرار كبير من أجل تسجيل الهدف. 2-0، لاحظوا عناق كبير.